محمد دومو الرئيس السابق للنادي القنيطري، ستكون الساحة الرياضية المغربية قد فقدت واحدا من الأسماء التي ساهمت بشكل كبير في ترك بصمتها في الحركة الرياضية الوطنية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. كنشوف فيها بأن تاريخ النادي القنيطري تاريخ مجيد، وأنه محتاج الآن للدعم، محتاج للكيان، يتكون له كيان اقتصادي محض، يعني يصبح شركة محترفة. ولد محمد دومو سنة 38 900 و1000، وهو التاريخ ذاته لتأسيس النادي القنيطري، وتشاء صدفة تاريخ أن يصبح محمد دومو رئيس للكاك والأب الروحي للفريق. طبع الفقيد محمد دومو السجل الرياضي المغربي بأحرف بارزة. على عهده كان الفريق القنيطري فريقا مهاب الجانب، وضمن الفرق المغربية الكبرى فاز بلقبي البطولة الوطنية سنتي 81 900 و1000 و82 900 و1000. أولا نقدم تعازينا باسم جميع اللاعبي القدامى للأسرة ديال المرحوم محمد دومو والصغيرة والأسرة الرياضية عامة. يمكن اللي نقول على محمد دومو أولا من نظرة من الناحية الرياضية، وكان أب يعني كأب روحي، يعني وكان بالمثابة ديالنا هو، يعني كان فيه كل شيء كما تنقولوا، كان أب ورئيس. في هذه المناسبة هذه جينا حضرنا صعد الظروف أن هذه عندي أسبوع في المغرب، وهاد كما نقول أخي حنا تأسفنا كثير بالوفاة ديال المرحوم ديالنا الأب ديالنا الروحي وداك الشيء. شغل الراحل محمد دومو كذلك مناصب مهمة في مجال التسيير، كان كاتبا عاما للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وناخبا وطنيا، ورئيسا للجنة المنظمة لكأس فلسطين للشباب التي أقيمت بالمغرب. ويرجع له الفضل في عودة الأندية المغربية للمشاركة في منافسات الكؤوس الإفريقية للأندية سنة 81 900 و1000، اسم كبير في عالم التسيير الرياضي تفقده الساحة الرياضية المغربية. محمد دومو غادر إلى دار البقاء، لكن اسمه سيبقى راسخا في التاريخ الرياضي للنادي القنيطري وكرة القدم الوطنية. وباسم القناة الرياضية نقدم حر التعازي لعائلة محمد دومو، رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.